تشاجرت مع زوجتي بالهاتف وقلت لها اذهبي لبيت أهلك، وكنت غاضبا غضبا شديدا، وقالت لي طلقني أول وسأذهب. اتصلت على أختي بنفس المنزل وقلت لها قولي لزوجتي أنت طالق، أني طلقتها واذهبي لبيت أهلك، هل وقع الطلاق؟ مع أنه لم تكن نية وإنما تخويف. لا، كلمة أنت طالق أو أني طلقتها هذه ما تحتاج نية، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح. وهذه رسالة إلى النساء، اتقين الله. يعني بعض النساء تلزم الزوج طلقني. يعني واحد قال لي زوجتي وقفت عند النافذة عند الدريشة طلقني، قال ما طلق، قالت أقط نفسي، أحذف نفسي من النافذة. يا بنت أذكر والله أحذف نفسي، طلقني ولا أحذف نفسي؟ يا بنت والله طلقني ولا أحذف نفسي؟ فيقول خفت عليه فعلا، كنت أحذف نفسه. فقلت له يا بنتي طالق، بكت، قالت أنا رخيصة عندك تذي طلعت، شلون استطعت تطلقني تذي طلقت؟ قال تقطي نفسي شو دريشتي كذا. فكثير من النساء لأي موقف، ما نقال كثير، بعض النساء لأي موقف طلقني. مو صح هذا الكلام، لا تحدين الزوج طلقني طلقني طلقني. والحمد لله الحمد لله الطلاق ليس بيد المرأة، يعني وإلا كانت مصائب حقيقة. إحنا الحين بيد الرجل وعندنا مصائب، يعني الرجال لا يلتزمون يعني بإمساك ألسنتهم من لفظ الطلاق، فكيف لو كان بيد المرأة؟ فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، لا تطلب الطلاق لأي موقف يعني حصل طلقني طلقني أبدا. الله سبحانه وتعالى يحب أن تستقر هذه البيوت، والطلاق ليس بشيء جيد. وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن كان الحديث ضعيفا لكن حسنه بعض العلم يستدل به. فلذلك لا ينبغي التساهل في هذا الموضوع. فدعوة إلى النساء اتقين الله، ولا تطلبن الطلاق لأي موقف يقع بينك وبين زوجك.